كيتضح من المرافعات ديال دفاع المتهم ان عندهم استراتيجيه تسير وفق خطه ديال انكار الفيديوهات، وكيحاولوا ما امكن يقولوا بان داك السيد اللي كيبان في المشاهد ماشي هو توفيق بوعشرين، مع العلم ان الحقيقه واضحه وان الخبره اكدت بان هذه الفيديوهات غير مفبركه. يشبهونه مره بخشقجي ومره بسيدنا يوسف. انا اتاسف لهذا التشبيه، لانه حتى على فرض ان كاينه رضائيه ولا ما كايناش رضائيه، حشومه كاع نجيبوا نبي عليه السلام ونقارنوه بواحد متابع بجرائم اخلاقيه مشينه وحاطه من الكرامه ديال الانسان وكرامه ديال الضحايا ديالو. اذا هذا الاتجاه اللي سلكوه الدفاع للاسف الشديد ديال المتهم ما غاديش ينفع المتهم، من وجهه نظري الشخصيه مضر للمتهم وما كاينش علاش يأسه. حتى جريمة الاتجار بالبشر حاولوا ما أمكن أنهم يديروا لها تفسير لغوي، تفسير ديال الاتجار وتفسير ديال البشر، مع العلم أن الجريمة في مجموعة القانون الجنائي وعند فقهاء القانون الجنائي تفسر أو توضح بأركانها، والأركان هما اللي كانوا خصو يركزوا عليهم في النقاش ديالهم. إذا حاولوا يناقشوا الاتجار من هذه الزاوية واعتبروا كأن الأمر يتعلق بسلعة وبيع وشراء. الرأي العام خصو يفهم بأن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة تهدف للاستعباد والاستنقاص واستصغار من الضحية، ماشي البيع والشراء ديالها. هي في الحقيقة جات من الرق، يعني كتوصل الإنسان لواحد الدرجة، واحد العلاقة غير متوازنة، فيها نوع من العبودية، نوع من تلبية الرغبات دون تساوي أو دون توازن في العلاقة ما بين الجاني والمجني عليه.